السلام عليكم. صفحة 24. تمرين الأول عبارة عن نشاط. أنقل الجدول التالي على كراسك ثم أكمل. مش نكمل الجدول التالي. العدد A هذا من الأعداد. العدد B هذا من العدد B. أقارن A و B باستعمال العلامة هذه. معنى هذه علامة أكبر. معنى A أكبر من B ولا أصغر. كنقرأ من اليسار لليمين B أصغر من A. أحسب الفرق. A إلا B معناها مش نحسب A إلا B 5 إلا 3 نحطهم من هنا اللي هي 2. الفرق A إلا B موجب قطع معناها علامة الفرق A إلا B باش نشوفوا علامة العدد هذا موجب وإلا سالب. نبدأ بالوحدة بالوحدة. 123 إلا 223 الفرق بيناتهم هو 100. 123 إلا 223 هي ناقص 100. لكن المرة الأولى قال لي قارن أما أكبر B وإلا A بالعلامة هذه. عنا A وهذه B. B هي أكبر من A معناها A أصغر. هنا نحط الـ A متاعي وهنا نحط الـ B. A أصغر من B هنا B أصغر من A. 123 إلا 223 هي ناقص 100. شبه العلامة؟ العلامة هي أو الفرق A إلى B سالب قطعا. الفرق A إلى B سالب قطعا. سالب قطعا معناها ما همش قد بعضهم. خطط نجم احتمال يجي سالب بركة معناها قد بعضهم. 223 عفوا 227 هذا العدد A. العدد B هو 137. قارن A و B أما أكبر الـ A وإلى الـ B. الـ A أكبر من B أو ما أصغر الـ B أصغر من A. نحط B أصغر من A. 227 إلا 137 باش نتحصل على 90. A إلى B باش نتحصل على 90. شبيه الفرق هو موجب قطعا. الفرق A إلى B موجب قطعا. العملية الأخيرة الـ A 262 والـ B 1302 نناول العدد الأصغر من خوه. العدد الـ A أصغر من B هنا. A أصغر من B كنا عملوا عملية طرح 262 إلا 1302 باش نتحصل على ناقص 1040. ناقص 1040 شبيه العلامة سالبة قطعا. الفرق معنا A إلى B سالب قطعا. أتمم ما يلي. B أصغر من A. B أصغر من A يعني الفرق A إلى B عدد موجب وإلا سالب. في حالة أنه B أصغر من A معناها كما الحالة هذه كما الحالة هذه. الفرق شبيه موجب. فرق موجب قطع معناها الفرق عدد موجب قطع. وكي تبدأ A أصغر من B كما العملية الثانية والثالثة والرابعة الفرق سالب. سالب قطعا. العلامة هي سالبة قطعا. كتب A أصغر من B يعني الفرق A إلى B عدد سالب قطعا. أنقل الجدول التالي على كراسك ثم أكمل. العدد A العدد B أحسب الفرق A إلى B كما تمارين اللي قبله بالضبط. كما تمارين نشاط واحد معنا مش نحسب A إلى B 5 إلا ناقص 3 معنا باش تولي 5 مع 3 يعني إلا وناقص كيبدو زوز إلات بحذا بعضهم تولينا علامة جمع مع 5 إلا ناقص 3 اللي 5 مع 3 8 الفرق A إلى B هو موجب قطع. 123 إلا ناقص 223 باش تولي 123 مع 223 اللي هي 346 346 نعم. شبه العلامة الفرق A إلى B موجب قطعا. نتعدوا العملية الثالثة. ناقص 111 إلا ناقص 57 باش تولي ناقص 111 مع 57 باش تجينا النتيجة اللي هي ناقص 54 اللي هي سالبة. الفرق A إلى B سالب قطعا. ناقص 115 إلا ناقص 165 باش تولي ناقص 115 مع 165 اللي هي نتيجة باش تجينا 50. الفرق A إلى B موجب قطعا. ناقص 151 إلا 132 هنا زوز أعداد سالبين باش نجمعهم ونعملوا علامة ناقص.
ناقص 151 إلا 132 باش نحصلوا على ناقص 283. ناقص 283 الفرق بي سالب، الفرق أ إلى بي سالب قطعا. معناها النتيجة الحاصلة تاع النشاط الأول والنشاط الثاني، إذا كان الفرق أ إلى بي موجب قطعا، نقول أن بي أصغر من أ، ونكتب بي أصغر من أ، هذه علامة أصغر كي نقرأ من اليسار لليمين. وإذا كان الفرق أ إلى بي سالبا قطعا، نقول أن أ أصغر من بي، نكتب أ أصغر من بي.